أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. كما أن سيدتنا ومولاتنا زينب الكبرى صلوات الله عليها كانت متميزة في الركب الحسيني، وقبل ذلك وبعد ذلك هذه السيدة لم تتميز في يوم عاشوراء فحسب، قبل ذلك وبعد ذلك هي المتميزة، تربية فاطمة وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها. كذلك في هذا الركب هناك شخصية نعرفها جميعا ملحقة بالحسين عليه السلام، وهذه الشخصية حظيت بعناية المعصومين جميعا، ألا وهو قمر العشيرة والزين بني هاشم أبو الفضل العباس عليه السلام. هذه الشخصية النادرة حقيقة، نحن لا نعلم هذه المنزلة، لا نعلم منزلته، له منزلة يوم القيامة يقبطه عليها جميع الشهداء، مقام مميز. والحسين عليه السلام عندما طلب منه أن يركب هذه الجملة معروفة بنفسي أنت، هذا الكلام ليس بهين. في حياة السيدة زينب صلوات الله عليها ذكرنا في وقته أنه اجتمعت عليها عناية كل أصحاب الكساء، النبي الأكرم أمير المؤمنين الزهراء الحسنان، وسيدنا أبو الفضل العباس حظي بعناية نعم المعصومين الثلاث، أبوه أمير المؤمنين وأخواه الحسن والحسين. إذن شخصية نالت عناية ثلاثة من المعصومين، وقل أيضا أضف الإمام زين العابدين عليه السلام، الإمام السجاد أيضا كانت له عنايته بعمه، صحيح هو عمه ولكن إمام زمانه هو زين العابدين عليه السلام، أعني بعد استشهاد أبيه. هذه المزايا اجعلوها في بالكم. الآن من أين نعلم منزلته العالية الشامخة؟ نعلم ذلك من ما رواه أبو حمزة الثمالي من عن الإمام الصادق عليه السلام. أبو حمزة له شرافة دعاؤه في شهر رمضان المبارك، واتفاقا زيارة العباس عليه السلام أيضا ذكرها أبو حمزة، ذكره باقي. أنا أعتقد أن من سيشفع له يوم القيامة العباس عليه السلام لهذا الراوي، لأنه روى الزيارة عن الإمام الصادق عليه السلام، وهذه زيارة نادرة. الآن المعصوم يزور أباه، هذا الأمر متوقع وطبيعي، ولكن الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا أردت زيارة قبر العباس بن علي وهو على شط الفرات هكذا قل، يعني زيارة منتسبة إلى المعصوم. ولهذا كل ما يذكر في هذه الزيارة من مقامات، واتفاقا ينقله الشيخ القمي رحمه الله يقول بسند معتبر، يعني هذه المزايا نقلت بسند معتبر عن الإمام الصادق عليه السلام، زر وأنت مطمئن. فإذا وقفت أمام قبره الشريف بأرض كربلاء هكذا سلم عليه. فقط جولة في دقائق في بعض مضامين هذه الزيارة الشامخة.
أولاً الإمام الصادق عليه السلام يقول: سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين. ما معنى سلام الله إلى آخره؟ يعني يا رب أريد منك أن تبعث سلامك وسلام هؤلاء إلى هذا العبد الصالح. دعاء الإمام الصادق لا يرد. إذن الإمام الصادق عليه السلام يطلب من الله عز وجل أن يبلغ العباس هذه السلامات جميعاً من الله والملائكة والأنبياء والعباد الصالحين فيما تغتدي وتروح في زيارة الحسين عليه السلام. ماذا تقول؟ السلام عليك ما بقيت وبقي الليل والنهار، يعني سلام متصل. هذا المعنى يذكره الصادق عليه السلام في زيارة العباس عليه السلام، يعني غدوة ورواحا صباحا ومساء، يعني يا رب وجه هذا السلام إلى أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. إذا وقفت أمام الضريح الشريف قل أشهد لك بالتسليم والتصديق. طبعا قلنا هذه زيارة الإمام الصادق عليه السلام والوفاء والنصيحة لخلف المرسل، يعني للحسين عليه السلام. يقول بعض العلماء، سمعت بعض كبار المراجع يقول: لو أن العباس عندما اقتحم الجيش ووصل إلى المشرعة، نعم، أخذ القربة وملأها ماء، وأنت تخيل إنسان واحد يقتحم الجيش كيف يصل إلى الماء، يصيبه ما يصيبه من النبال وغيره. لا تتصور أن العباس عليه السلام وصل إلى المشرعة سالماً. هكذا أتوقع وصل وهو فيه ما فيه من الجراح. عندما، هذا كلام العالم الجليل، يقول: عندما وضع يده في الماء وأخذ غرفة ليشرب، فتذكر عطش الحسين عليه السلام رمى الماء على الماء. الشاهد هنا يقول: لو أن العباس شرب الماء لما كان ملوماً، ولعله، نعم، هذا الأمر كان ممدوحاً يقاتل يتقوى على قتال الأعداء، ولكن تذكره لعطش الحسين وأهل البيت جعلته يرجع من الماء وهو على ما هو فيه. إذن هذا يسمى الوفاء والنصيحة، ولهذا من أوفى النساء للرجال والرجال للرجال زينب لأخيها والعباس لأخيه. إذا أردت أن تضرب مثلا للوفاء على وجه الأرض، منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا آذان الوفاءان، الآن وفاء أمير المؤمنين لحبيبه المصطفى في محله، أعني في غير المعصومين. وأخيرا هكذا نختم الحديث بهذه الجملة: الإمام الصادق عليه السلام يعلق وساما على صدر عمه، هذا الإمام المعصوم يذكر مزية لعمه ويفتخر به، يقول: أن وأنك مضيت على بصيرة من أمرك. إذن الذي جعل العباس متميزاً ليست شجاعته المجردة، الشجاعة في محلها، ورثها من أبيه المرتضى، ولكن البصيرة. البصيرة يعني علم أنه يقاتل بين يدي إمام معصوم واجب الطاعة. ولهذا في هكذا عندما كان يرتجز، ما كان، ماذا كان يقول؟ إني أحامي أبدا عن ديني، جعل الدين أولا، وعن إمام، ما قال أخي، أولا الدين،
الحسين عليه السلام فدى نفسه للدين، ثم ذكر مقام الإمامة، هذا الذي جعل العباس صلوات الله عليه متميزا بين الشهداء طوال تاريخ البشرية. ولهذا نتوسل إليه ونقول: يا عباس، يا كاشف الكرب عن وجه الحسين. هذه الجملة لا تتردد فيها: علي كشف الكروب عن وجه النبي في بدر وأحد، والحسين عليه السلام كشف الكرب عن أخوه العباس حامل رايته. نعم، عندما قتل العباس بان الانكسار في وجهه، سقطت رايته، ولهذا نحن نقول: يا عباس، يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، بحق الحسين اكشف لنا عن كربنا، اللهم استجب لنا بحق هذا العبد الصالح، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، أبلغ عنا تحية كثيرة وسلاما. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. أنا المعنى.